الرعيل الأول من قيادات كلية الشرطة على موعد مع التكريم كبادرة إيجابية تقوم بها عمادة كلية الشرطة الحالية تقديرا لجهودهم ومكانتهم خلال مسيرتهم العملية في قيادة كلية الشرطة في إخراج ضباط مؤهلين بدرجة عالية من المهنية والكفاءة. مدير كلية الشرطة العميد عبد الله قيران أشار إلى أن المتغيرات السياسية والمستجدات تستدعي رفع مهارات الشرطة ليكونوا قادرين على مواجهة أي خطر بكفاءة أمنية عالية، وموجها رسائل ثلاث خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها. أوجه ثلاث رسائل. الأولى لكل الزملاء في المؤسسات الأكاديمية الأمنية والدفاعية على ضرورة النأي بهذه المؤسسات عن التجاذبات السياسية. على ضرورة النأي بهذه المؤسسات عن التجاذبات السياسية والحفاظ عليها كمؤسسات وطنية محايدة. والثانية للأحزاب والمكونات السياسية للابتعاد بأنشطتها السياسية عن التأثير على دور هذه القلاع العلمية الوطنية التي تحتضن جميع أبناء الشعب دون تفرقة أو تمييز. وتركها لتأدية الدور العلمي والوطني المقدس والمناط بها، وأن يتقوا الله في هذا الوطن ويجنبوه الفتن ويحافظوا على الدم واللحمة اليمنية. ورسالتي الثالثة للشعب والوطن رسالة تطمين بأن رجال القوات المسلحة والأمن لن يخذلوهم وسيكونوا الحصن الآمن للجميع. وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اللواء الركن جلال الرويشان شدد هو الآخر على ضرورة النأي بالمؤسسات العسكرية والأمنية عن الصراعات السياسية، مشيرا أن منتسبي الشرطة هم مهنيين للوطن كله، ومنوها في كلمته ببعض الإجراءات التي ستتخذها قيادة الوزارة وعمادة الشرطة خلال المرحلة المقبلة. نعيد إن شاء الله بالمضي قدما في استقبال الدفعة القادمة في عدن وفي صنعاء، وستكون هذه الدفعة في كلية الشرطة في عدن وفي كلية الشرطة في صنعاء، وستلتزم الكليتين في عدن وصنعاء بنسبة التي نتجت عن المؤتمر الحوار الوطني وهي 50% من الشمال و 50% من الجنوب. المكرمون أشادوا بهذه اللفتة مشيرين إلى أنه يأتي في زمن يتعرض فيه منتسبو الجهاز الأمني لاعتداءات واغتيالات متتالية من قبل قوى الشر والتطرف والإرهاب، ومشددين على ضرورة أن يكون هناك برامج تأهيلية علمية وعملية لمنتسبي الشرطة. تأتي هذه اللفتة الكريمة للتذكر بالعطاء الأمني لبعض من عناصره ممن كان لهم شرف تنفيذ وإدارة مهام المؤسسات التعليمية وبالأخص كلية الشرطة في صنعاء وعدن. وكما هو معلوم إن أجهزة حماية الشرعية ومنها جهاز الشرطة لا يمكن يكون فاعلاً في أدائه العملي إلا إذا تم تأهيل عناصره وواكب التطور الجاري على مختلف المستويات والتخصصات علمياً وعملياً. قبيل بدء الحفل والتكريم شهد ميدان كلية الشرطة عرضا عسكريا لطلبة الكلية، وأيضا فروسيا ورياضيا عكست المهارات التي يتلقاها الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية في الكلية. خالد الصيدي، اليمن اليوم، صنعاء. أعلنت الهيئة